والله مهما عملته والله مهما عملته. والله مهما عملته. مالك يا مجنون؟ ولدي كل يوم مجنون بحكاية. مالك يا ولدي؟ كل يوم صوتك واصل لحد زي برا. مالك؟ قل لي مالك بس، عم زعق ليه؟ قول لي. ايش يا ابوي سلام؟ ده بس عشان الفيديو يعني نفذني جامد يا ابوي. بتاع اخواننا البعض يعني الفيديو مضايقني قوي يا ابوي. ضحكتني يا ولدي. انت شغل دماغك بالفيديو اللي منتشر بقاله يومين ده على البتاع ده، كلام فاضي يا ولدي. دي محاولات بس مش اكتر، ما تشغل بالك بيها. اسمع يا ولدي، انا اقول لك على كلمتين وحطهم في راسك. انت لما وعيت على الدنيا عرفت اللي هي اسمها فلسطين وعاصمتها القدس، صح يا ولدي؟ طول عمرنا انا وانت وجدك وكله عرف بالموضوع ده، وعينا على الدنيا عارفين اللي هي اسمها فلسطين وعاصمتها القدس. ولو سألت اي حد على مستوى العالم كله هيقول لك نفس الكلام يا ولدي. وخلي بالك هيفضلوا يحاولوا 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 لحد ما يجي الوقت المناسب، وساعتها مات الكلام يا ولدي، وهتفضل هي فلسطين مهما عملوا. مش بمجرد فيديو يا ولدي، بس خلي بالك ساعة الوقت مش هيبقى اليوم موجود وترجع فلسطين يا ولدي.